السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء حارة في عموم مناطق السعودية، أيضا سادت أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية. انتشرت كميات من الغيوم وأطلت زخات رعدية من المطر. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لهذه الكميات من الغيوم العالية والمتوسطة في عموم المنطقة الغربية الجنوبية الغربية الوسطى ووصولا حتى المنطقة الشرقية ومنطقة الإحساء. هي عبارة عن حالة من عدم استقرار جوي أو بداية حالة ماطرة يتوقع أن تبدأ تأثيراتها على المملكة خلال الأيام القادمة كنتيجة لتدفق كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب نحو الجزيرة العربية. نستعرضها أكثر في هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه الحالة الماطرة، حيث يتمركز هذا المرتفع الجوي فوق مياه بحر العرب. يذكر أن هذا المرتفع الجوي كان يسيطر على عموم الجزيرة العربية خلال الأيام الماضية، هو الذي عمل على انحباس المطر وأيضا الجفاف الذي سيطر خلال الفترة الماضية. تحرك هذا المرتفع الجوي ليعمل مركز فوق مياه بحر العرب، يدفع بهذه التيارات الهوائية الرطبة والدافئة من بحر العرب باتجاه عموم الجزيرة العربية. هذه الظروف الجوية أيضا ستكون بالتزامن مع وجود أو امتداد لمنخفض البحر الأحمر نحو شمال غرب المملكة ووجود لبقايا كتلة هوائية باردة في أقصى شمال شرق المملكة. هذه الظروف الجوية ستعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، حالة ماطرة تتركز في المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية الشرقية، أجزاء من المنطقة الوسطى، والتأثير الأكبر سيكون في المرتفعات الجنوبية الغربية حيث ستكون الأجواء هناك ماطرة بغزارة ورعدية خلال الأيام القادمة. تفاصيل أكثر حول الأجواء الماطرة وكمية الأمطار ومناطق التأثير نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الأمطار من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس حالة من عدم استقرار الجو تبدأ بالتأثير على المنطقة الجنوبية الغربية، أجزاء من المنطقة الوسطى هي بداية لحالة ماطرة يتوقع أن تشتد خلال الأيام القادمة. تستمر فرص الأمطار خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة، ثم تعود وتشتد الحالة حالة عدم استقرار الجوي أو الحالة الماطرة خلال يوم الجمعة لتشمل عموم المنطقة الشمالية، أجزاء من المنطقة الوسطى تحديدا منطقة حائل، أجزاء من منطقة القصيم، غرب منطقة الرياض، عموم المنطقة الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية. تستمر فرص الأمطار خلال ساعات ليل الجمعة للسبت لتشمل مكة المكرمة، عموم المنطقة الجنوبية الغربية، قد تشمل حتى مدينة جدة خلال ساعات الليل المتأخر من يوم الجمعة وخلال ساعات صباح يوم السبت. خلال ساعات نهار يوم السبت تعود حالة عدم استقرار الجو أو تعود الغيوم الركامية للتشكل من جديد مع ساعات الظهيرة والعصر، لتكون غزيرة هنا في منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة الرياض، واستمرارها في منطقة المدينة المنورة، العموم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. أيضا تستمر حالة عدم استقرار الجوي خلال يوم الأحد بإذن الله، وتستمر حتى أو يمكن أن تستمر حتى الأسبوع القادم بإذن الله. أن نستعرض وإياكم تفاصيل أو الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تكون الأجواء غائمة جزئيا 24 درجة مئوية ملموس 24، في حين يكون السحور في الخارج ممتاز نتيجة للظروف الجوية المناسبة لهذه النشاطات. الرطوبة منخفضة أما الرياح تكون جنوبية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 32 إلى 25 درجة مئوية، يوم السبت تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة من الأمطار 32 درجة مئوية، أما الصغرى 25، يوم الأحد غيوم متفرقة 32 إلى 25 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.